بيكم جميعا، برحب بالسادة الضيوف بكل الحضور الكرام، برحب بأعضاء وعضوات النادي الأهلي، بجمهور النادي الأهلي اللي النهاردة بنعلن عن بدء الخطوات التنفيذية إن شاء الله لمشروع استاد النادي الأهلي اللي كان حلم بالنسبة لنا كلنا، وأعتقد أنه أصبح حقيقة وواقع. ف احنا بس قبل ما نتكلم في العرض بتاع الشركات اللي ساهمت في دراسة الاستاد ودراسات تفصيلية بتاعته، احب اقول ان احنا كمجلس ادارة حالي بتنتهي مدتنا القانونية في خلال ايام قليلة، وبنتمنى من المجلس القادم ايا كان من هو فهو من ابناء النادي الاهلي، واحنا متعودين انه زي ما بقول دايما انه اختيارات الجمعية العمومية الذكية والواعية للنادي الاهلي دائما ما تختار من هو اصلح لإدارة شؤون النادي الأهلي على مدار 110 سنة، وهو ما أدى إلى زيادة هذه الشعبية وتراكم قوة النادي الأهلي على مدار هذا التاريخ. فأنا يطيب لي وبالإنابة عن زملائي أعضاء مجلس الإدارة أن أشارككم وأشارك الأعضاء والجماهير الاطلاع على التصميمات الهندسية والدراسات الاقتصادية للاستاد الجديد للنادي الأهلي. ما سنشاهده وسنستمع إليه هو محصلة جهود استمرت أكتر من عام ونصف. احنا بقالنا سنة ونص شغالين بجد في هذا المشروع، ورأيت أن أكون أنا وزملائي أن تشاركونا هذا الحدث أمام الرأي العام. فالمشروع ملك ليكو، ملك الجماهير النادي الأهلي، أنفق في أموال وبذلنا فيه جهود كثيرة. كل من هو في إدارة النادي الأهلي سواء مجلس إدارة أو إدارة تنفيذية أو مستشارين قد شاركوا بمجهود جامد في هذا المشروع حتى يخرج إلى النور، وحصل فيه شغل كتير قوي. كل خطوة كنا بنعملها كنا ندرك ان اعضاء النادي الاهلي وجماهيره لا يقبلون الا بان يكون الاهلي هو رقم واحد، ولا يقبلون المركز الثاني في اي حاجة، ولا في الكورة ولا في النشاط الرياضي ولا في الخدمات الاجتماعية ولا في الخدمات الثقافية. النادي الاهلي هو مؤسسة عظيمة قاطرة وتمثل كل فئات هذا الشعب، فالنادي الأهلي هو النموذج المصغر لمصر. حصل شد وجذب كثيرا مع الشركات المتعاونة معانا والمتعاقدة معانا عشان هذا المشروع، وقدرنا نوصل